عندنا في بليدة عيرت الجاري قلت له يروحون تبرعوا بالدم. عادل شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أنه بمجرد تلقيه نداء تبرع بالدم بولاية البويرة لفائدة مرضى ولاية البليدة سارع لتلبية الدعوة. أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة مكفوف من بلدية عين العلوي، جيت العام من خاوتي في بليدة تبرع بالدم ليهم إن شاء الله. طوابير للتبرع بالدم، مشهد قد لا نجده إلا في الجزائر أين تتجلى مظاهر التآخي والتضامن في كل مناسبة. سمعنا النداء باش نتبرعوا لخوتنا في بليده بالدم، لبينا النداء وجينا تبرعنا وإن شاء الله ربي يرفع علينا الوباء. جينا هنا باش نتبرعوا بالدم على جال إخواننا في مستشفى البليده اللي راهم يعاني ونقص فادح في الكمية تاع الدم إن شاء الله، وراهم في حجر كلي سما لازم حنايا نعاونوهم منا بلي نقدروا عليها. حملة التبرع بالدم أشرف عليها طاقم طبي متخصص بالتنسيق مع الجمعيات والمنظمات لفائدة مرضى ولاية البليدة. حملة تحت إشراف أطقم طبية متخصصة، جميع قواعد السلامة الأمنية والتع الناس متبرعين موجودة، هناك موجود كمامات، موجود جال معقم، يعني جميع القواعد السلامة موجودة. هناك إقبال كبير بالنسبة للمواطنين ولاية البويرة، ونقولهم يعني شكرا جزاكم الله خيرا، قد شرفت ولايتكم. وكما راكم تشاهدوا كاين متبرعين بكثرة، وإن شاء الله ربي يرفد علينا هذا الوباء والدم يولي دائما كاين في البنوك تاع المستشفيات. هي مبادرة تعكس صورة من صور التلاحم والتآزر بين أبناء الجزائر في عز وباء كورونا.